اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. مباراه ليفربول وويستهام بالدوري الانجليزي الممتاز. محمد صلاح فخر العرب يحرز الهدف الاول لليفربول في الدقيقه 16 من عمر اللقاء من ركله جزاء، سددها بمنتهى البراعه في منتصف المرمى والحارس ذهب في الاتجاه الخطأ. محمد صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول على وستهام البريمير ليج بواقع 9 أهداف. صنع محمد صلاح 3 أهداف أيضا ليكون قد ساهم على وستهام بيرتو ماريتز ب12 هدف في 12 مواجهة بمعدل هدف أو تمريرة حاسمة كل 88 دقيقة ضد الهامرز. ربنا يوفقك دايما يا محمد يا صلاح، ينفرح قلوب كل المصريين وكل العرب. دائما ستظل أسطورة وسوف نفتخر بك دائما.